شركة فيباكو شركة مختصة في صناعة مواد التجميل. هذه المشاركة تاعنا الثانية في طبعة لصالون دولي للكوسميتيك، يعني صناعة مواد التجميل. الهدف المشاركة تاعنا هو التقرب أكثر من زبائن تاعنا والتعريف بالمنتوجات. دخلنا بثلاث منتوجات جدد، اللي هو معجون أسنان مبيض وسيروم للشعر وزيت للشعر. والله المنتوجات هذه جدد، يعني كما زيت للشعر كاين عندنا واحد نوع جديد بسبع زيوت انه يطول الشعر، يعني يطول الشعر. السيروم ثاني يحسن، وخاصة كاين عدة انواع من كل امرأة عندها يعني نوعية الشعر تاعها. احنا سينا نديروا كل شعر يعني خصائص تاعه وفرنا له المنتوجات تاعه، يعني باسعار يعني في متناول الجميع.